كرة القدم في كل مكان يبحثون عن المتعة الحقيقية المتمثلة في الأهداف. أجواء كبيرة في ملعب المباراة الآن مع منصة التتويج، مع رفع لقب الدوري الإنجليزي، لحظات كبيرة تعيشها هذه الجماهير، فرحة كبيرة بهذا اللقب، بهذه اللحظة سأتجه لرفع لقب هذه البطولة التي ستبقى عالقة في أذهان هذه الجماهير. أي فرحة يعيشها هنا، الجميع في حالة سعادة غير عادية. لحظات بالنسبة للمشجعين ليست كبقية اللحظات، عندما تختلف الأدوار، عندما يأتي اللاعبون لتحيتهم لشكرهم على كل ما قدموه، هذا أبسط شيء ممكن تقديمه لهذه الجماهير لرسم البسمة على وجوهها. مبروك لهذه الجماهير هذه اللحظات. الآن الفريق يلتقط صورة تاريخية وتذكارية مع البطولة، صورة ستظل في الذاكرة للسنوات، صورة ستتناقلها الأجيال، سيتحدث عنها اللاعبون والأسماء والنجوم، لقطة ستبقى في تاريخ